امال فين بسنت يا جماعه؟ بسنت هي اساسا قالت لما خالد منصور ما تجيبونيش. بجد والله؟ قاعده ناشفه النهارده يعني؟ انت شوف لي اي حلقه ثانيه وطلع الفرق. حقيقي حسابك معايا بعدين يا بسنت. بس انا مش عارف ليه مش يعني منورين بجد والله منورين زياده. منورين زياده 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 ما شاء الله. بس مش عاجبني مش عاجبني على فكره النور واضح على الريفلكشن صح. ماما اصلها قالت لي يا رب تطلع نجم لامع. جت في الصلاه الحمد لله الحمد لله. بس مش عاجبني الديكور ده يا جماعه. ممكن نغيره؟ لا لا نظبط. احنا نهايه الموسم شوفي. اوبا بس اوعى كده اوعى قلب كاتشب اهو. لا اسمع ملعوبه. ايه رايك؟ ملعوبه. لا حركه ثانيه بس مش عارف هي بتعمل ايه. شو هي؟ لا جاي لعبنا يا حبيبي. ما تدفعوش نور الكهرباء ولا استنى ارجعها تاني. دي باظت دي ولا ايه؟ امجد امجد يعني هو امجد مخرج برنامجنا ومخرج برنامجك. امجد انا بقول له يا امجد. انا بقول له امجد بس المعروف هو اعلاميا بامجد القفعيتي. بس امجد صراحه او امجد يعني صراحه على راسي. احنا اتنين صلع ما شاء الله بنعمل شراره في البرنامج. على فكره ترى احنا لنا حسابات تحت البرنامج اللي انت اخذته من ترندنج يعني. فعلا اخذته كده على على سيكا ولا ايش بتقولوا عليه؟ على سيكا كده. بس ما في مشكله بما انك ناجح يعني والبرنامج ناجح ومكسر الدنيا. بس انا يعني اتفرجنا مع بعض على اكثر من سكتش. انت اكثر واحد من هدول سكتشات بالبرنامج بتحبه شو؟ اللي مرقوا كلهم اولادي. كلهم اولادي والله. الله يخلي لك يا رب يربوا بعزك. لا بس يعني احنا كبرنامج فني احنا شبه ترندنج برنامج فني. بس احنا برنامج فني ساخر ساخر وبنحاول ان احنا مش ننتقد المسلسلات على قد ما بنحلل الغلطات اللي فيها وكده. فطبعا كل الحاجات اللي احنا بنعملها من حيث ان احنا بنتكلم على الغلطات الركرات الاداء الحاجات الغير منطقيه. بس الحاجات اللي انا بحبها وقريبه لقلبي هي لما بنسف من اجل السف يعني. مثلا احنا يعني في مثلا كان في حته كده كانت في كان في في مسلسل ضد الكسر ولا لا مش كانش في حرب اهليه. أوكي. وكان في مشهد تبع الزوم. ايوه بتاع الزوم ده. انا ابن مكسيكي. ماريا ماذا تفعلين معها؟ وهكذا يعني. دي حاجات قريبه قوي. خالد تجربه البرنامج كانت على بلاتفورم مش على شاشه وفي موسم رمضاني وجايبه توب ترندنج على على مصر. انت كيف شايف الفيدباك وكيف شايف ردود افعال الناس؟ الحمد لله انها توب يعني هي رقم 10 في. بس انا طبعا في خزلان كان يا ريت تبقى توب 5 يعني. بس هبقى حاسب الرايترز بعدين. بس ان شاء الله يعني البرنامج يبقى احسن واحسن. لا على فكره خالد انت يعني حقيقه مش عشان توب 10 ولا توب 5 وجود انه في في التوب ترندنج في في ظل الزحمه الرمضانيه من البرامج والمسلسلات هذا ترى شيء كبير يعني. الحمد لله الحمد لله والله. عشان احنا بنتكلم عن المسلسلات اللي هي عاده بتبقى على الوجبه الدرامضانيه بما انها دراما ورمضان. فطبعا برنامج يبقى فيه محطه ان انت تعرف تتفرج على كل المسلسلات. مش تتفرج عليها بس تشوف نوعا ما القصه والحوار اللي بيحصل فيها في من خلال برنامج كاتشب. اظن ده برضو سبب نجاحه ونجاحه برضو الرايترز. صح. وبس بس كمان بشكل صعوبه كثير عليكم لانه انتم عم تتفرجوا مصلع كثير مسلسلات. عندكم فريق كثير كبير عن جد فيعطيكم العافيه. كمان بدي اقول لك انه في حدا من الكاركترز اللي اشتغلوا بالمسلسلات او الممثلين ما قدرت تلقط عليه ولا غلطه ولا شيء بتحس انه ما بيلقط عليه؟ في 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 ده اللي مذاكر كويس يعني. صح صح. ده صراحه مسلسل لعبه نيوتن من اوله لاخره تحفه فنيه. من اول كل الممثلين منى زكي محمد ممدوح محمد فراج كل الناس اللي فيه برضو تامر محسن مخرج جامد 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 صراحه يعني. حتى في في لحظه قلنا ده غلطه طلع ما طلعتش غلطه طلعت مقصوده. مقصوده كانت في الحلم بتاع ان هو منى زكي كانت انها رايحه لوس انجلوس في لقطه لتمثال الحريه. تمثال الحريه نيويورك صحيح نيويورك. فقلنا طلعت انها بتحلم. ودي حاجه اللي هو يعني صراحه نرفع لهم القبعه. اكيد. تعرف حاجه صبحي هو يتكلم الان فعلا ترى الجهد للبرنامج كبير انه انت جالس تتفرج على معظم المسلسلات وعلى التكه. فمش سهل انه انت كمان بتركز على برنامجك وتركز كمان على الاشياء اللي موجوده في رمضان. خلال متابعتك لكل الاشياء انت مين حسيت مين اكثر فنان او فنانه او ايا كان موجود من الاشخاص ماده دسمه يعني انت جيت في ملعب يا تعلي يعني دايما اعطينا اسم يعني. لا يعني انا المسلسلات الخليجيه والسوريه واللبنانيه والمصريه كل المسلسلات طبعا محدش يعني نادرا ما حد بيعرف يعمل مسلسل متكامل ما عدا ناس قليله جدا. بس لا في غلطات كتيره وفي حاجات في الاداء اوفر يعني. حتى لو ما كانش في غلطات من راكور او غلطات اخراجيه او غلطات يعني في التصوير دايما بيبقى في
على حسب البادجت يعني. في انا فاكر احنا ولا بتعرف يا خالد مش حسب البادجت، بتعرف احيانا يمكن حسب الوقت كمان، احيانا الوقت لانه كثير بيكونوا مزحومين بالوقت فالاخطاء بتكتر. صح مزبوط، لان على طول بيبقى اللي هو فجاه بيحسوا كل المنتجين والممثلين احنا رمضان يا جماعه خلاص. طب ما انتوا عارفين بقى لكم 11 شهر ان رمضان جاي، فتقريبا هو ده سبب الغلطات تقريبا.